اعلنت وزاره الداخليه مواصله حملاتها اليوميه لمتابعه اسعار السلع الاستراتيجيه وضبط قضايا حجب السلع والبيع باسعار ازيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة من ضبط 443 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 155 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط 35 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، فضلاً عن ضبط أكثر من 66 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية، وفي مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء تم ضبط 54 طن اسمنت، اما في مجال قضايا المخابس تم ضبط 710 قضايا من بينها 91 قضيه خبز ناقص الوزن و 88 قضيه خبز غير مطابق للمواصفات. كما تم ضبط 14 قضيه بمضبوطات بلغت قرابه 126 طن في مجال ضبط قضايا التهاريب خارجه منظومه توريد الارز الشعير.